لا شك أنه موضوع تفريغ عربات السوبر ماركت على الصندوق بشكل هاجس عند كتار منا، وخاصة لما تطلع الفاتورة أكبر من توقعاتنا. لكل سيدة بتعاني من مشكلة المصروف الزايد، حضرناكم بعض الطرق والنصايح للتوفير، خليكم معنا. من الأمور اللي كتير مهمة تقوم فيها ست البيت قبل ما تتوجه للسوبر ماركت هو توزيع المعاش وتحديد مبلغ لشراء حاجاتها من مواد غذائية وأدوات تنظيف وغيرها حسب الكميات اللي بتعوزها على مدار الشهر. كتير مهم نبتعد عن شراء حاجاتنا بشكل يومي، لأنه لما نشتري كميات كبيرة بنوفر مبلغ مالي كتير كبير. كرمال هيك فيها ست البيت تقوم بإعداد ليستا بالأغراض اللي هي بحاجة لها، هيك ما بتشتري أشياء منا عايزتها. فكم ست بتقوم بهالامور قبل ما تتوجه على السوبر ماركت؟ خلينا نسالهم. بالنسبه لنا الليست اهين، انه ايه احيانا من حضر ليست. انا بعتقد انه حوالي بس 20% من النسوان بيكونوا مخططين. ما بحضر ليست، انا بفتح الخزانه شو ناقص نقراط. ما بحضر ليست لانه شوف قدامي باخذ. اجمالا لا، لما بدي اجي على السوبر ماركت بكون عندي براسي اغراض انه بدي اشتريهم يعني. حضر ليست؟ ايه بدك ليست. وده بيقضي المعاش ل 12 الشهر. حتى لو اعداد الليستا بده ياخذ منا شويه وقت، بس بعدين بنتعود عليه. من الامور اللي كثير فينا ننتبه لها بالسوبر ماركت هن العروضات والخصومات. نقدر نستفيد منها ونشتري كميات اكبر من حاجاتنا ونقوم بتخزينها. اشتري عبوه احصل على الثانيه مجانا، او تخفيض 50% على سعر منتوج معين. ولكن بدنا ننتبه كتير منيح لتاريخ انتهاء الصلاحية ولحقيقة هالعروضات هيدي. كيف بنقدر نميز بين عروضات وهمية وعروضات حقيقية؟ طبعاً الشركات بتحاول تصرف إنتاجها من خلال العروضات والعمليات الترويجية. هون هي بتحاول تعمل مؤثرات بصرية لحتى تفوت على قرار الشراء عندكم. أنتوا بهيدي المرحلة ما لازم تتأثروا بهذا الانطباع، المفروض تبحثوا عن المعلومة اللي هي الفرق الواضح بين السعر السابق والسعر الحالي بالعرض، أو معلومة مباشرة حول قيمة الحسم إن كان بالنسبة أو القيمة بالعملة اللي عم يصير فيها الحسم، وهيك بتكونوا أخذتوا القرار الصحيح وما رحتوا على العرض الوهمي. ومن الأمور اللي فعلاً بتزيد فاتورتنا هو اصطحاب الأولاد معنا، لأنه الأولاد بيعجبهم كتير أشياء بدون ما يلتفتوا لا للسعر ولا للكميات. كرمال هيك أنا بنصحكم ما تاخذوهم معكم، ولكن إذا تواجدوا ما علينا إلا بطريقة كتير سلسة نفهمهم إنه هيدي الأشياء ممكن تكون مضرة لصحتكم. أنتوا بتعرفوا إنه لما ندفع كاش أحسن بكتير ما ندفع بالفيزا كارد؟ بالفيزا كارد بناخد راحتنا وبنتمادى وبنطلع عن المبلغ اللي محددينه. وفعلاً لما نروح على سوبر ماركت جوعانين بنشتري أشياء أكتر. كرمال هيك أنا بنصحكم تاكلوا قبل ما تتوجهوا للسوبر ماركت. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من نصايحنا اليوم، وأنا بلاقيكم مع نصايح جديدة.